مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم كانت أجواء تميل إلى الحرارة. تفاوتت درجات الحرارة العظمى المسجلة في مختلف مناطق البلاد ما بين 32 إلى 38 درجة مئوية. أما بالنسبة للأجواء المتوقعة في هذه الليلة، أجواء تميل إلى الاعتدال، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى ما بين 23 إلى 27 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. من الأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها، السماء صحو، الرياح شمالية غربية سرعتها 5 كيلو متر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 32 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 20%، رؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد، ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة قد تصل إلى 23 درجة مئوية في منطقتي شقاية والسالمي، شمال البلاد في مزارع العبدلي 24 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 25 درجة مئوية، مناطق ساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 28 و 29 درجة مئوية. رياح بشكل عام، رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة. من بعد منتصف نهار يوم الغد، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 41 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 40 درجة مئوية، المناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 36 و 37 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة. قد يكون هناك نشاط نسبي في سرعة الرياح يؤدي إلى ثارة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية. الأجواء البحرية المتوقعة أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، بشكل عام الأجواء معتدلة، متوقع ترتفع الأمواج إلى 5 أقدام تزامنا مع نشاط الرياح المتوقع خاصة من بعد منتصف نهار يوم الغد إلى الساعات الأولى من الليل. فبشكل عام أيضا التيارات لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:23 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:54، موعد أذان المغرب الساعة 6:35 دقيقة. طقس متوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، في يومي غد وبعد الغد الأحد والاثنين، رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، درجات الحرارة العظمى 38 إلى 39 درجة مئوية، الصغرى من 27 إلى 28 درجة مئوية. ابتداء إن شاء الله من يوم الاثنين وتحول الرياح الجنوبية الشرقية، تبدأ كميات السحب تزيد تدريجيا وفرص الأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد، تستمر حتى فجر يوم الأربعاء مع دخول الرياح الشمالية الغربية، تعاود الأجواء المعتدلة في حتى عطلة نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله.